يوجد امرأة ذهبت إلى البر. نعم. وكان بصحبتها أبناءها. نعم. وكان بصحبتها أبناؤها، فتوفي ثلاثة من الأبناء في السيل غرقا، وهي نصحتهم وقالت لا تذهبون إلى الماء، وكان أكبرهم عمره 15 وأصغرهم عمره 9 سنوات، فهل عليها كفارة في ذلك؟ لا، ليس عليها كفارة في ذلك، ما دام هم اللي راحوا وهم مميزون ويعرفون خطر الماء، وهم اللي راحوا ما عليها شيء هي. نعم.